صباح النور وأهلا بكم من جديد مشاهدينا. مع نمط الحياة السريع الذي يفرض نفسه علينا تغير أسلوب حياتنا بأكمله، من جلسات العائلة إلى كيفية الاحتفال بالأعياد والزيارات الأسرية ولمة العيلة وغيرها. فما تأثير ذلك علينا كبارا وصغارا وكيف نستطيع تعويضه؟ أسئلة أطرحها على ضيفتي الباحثة في علم الاجتماع الدكتورة شيماء عيسى والتي تنضم إلينا مباشرة من تونس. صباح النور. صباح الفل، أهلا وسهلا وأبهى الأمان وأحلى التبريك بمناسبة السنة الجديدة لكل المشاهدين والمشاهدات. ولك أيضا نهارك سعيد. يعني بداية خلينا نتكلم عن الموضوع، هو نمط الحياة السريع هو اللي حرمنا من هذه التقاليد والأشياء اللي كنا بنتعود عليها أو متعودين عليها، أم هي مسألة ترتيب أولويات فقط؟ هو يجدر الإشارة أولا أن هذه العادات والتقاليد هي محدد من محددات هوية أي مجتمع وأي أسرة، وهي مصدر فخر، وهي تدر عليه بالأمن والطمأنينة، وهي الرابط الأساسي من مختلف روابط الحياة والتي تربطه بالآخر بصفة عامة. يعني مع التطور النمط السريع للحياة يفقد الإنسان القدرة أو الاستعدادات الممكنة لكي يحافظ على هذه التقاليد والعادات بصيغتها المتوارثة، لأن الأسرة النواة التي كانت محور الأحداث ومحور المهام الحياتية والاجتماعية ضعفت وتفتتت مختلف العلاقات فيها، فبالتالي ليست فقط مسألة أولويات ولكن مسألة استعدادات وأيضا مقبولية. الآن يعني لكي نحافظ على بعض العادات والتقاليد لابد أن يكون لنا استعدادات اقتصادية، ثقافية، اجتماعية، وحتى مسألة وقت. أيضا العادات والتقاليد مكلفة إلى حد ما. هل أنا أسرة اليوم بكل متطلباتها هل هي قادرة على يعني الانصياع و ترتيبها حسب ما هي في موروثنا أم أنها ستعجلها؟ طيب هنا السؤال، هذه التقاليد أو الجمعات أو طريقة الحياة التي كانت والتي لم تعد الآن كما كانت، من المتأثر من وراءها؟ يعني ماذا مثلا، دعينا نتحدث عن الأطفال، ماذا يفوتهم؟ في كل الأحوال مثل ما ذكرت أولا هي محدد من محددات الهوية، وهي أيضا مصدر للطمأنينة، وهي طاقة روحية، مهم جدا للأطفال ومهم جدا يعني لكل الأسرة وللأفراد وللمجتمعات أن يكون لها عاداتها الخاصة تقاليدها الخاصة، لأنها مصدر ثراء. يعني نحن نقيس ثراء الحضارات بما تنتجه من عادات وتقاليد خاصة بها، هو مصدر أيضا لاستمرارية هذا الفخر الخاص بتلك يعني بذلك المجتمع أو بغيره. يعني هي إيجابية إلى حد كبير، ولكن نحن اليوم لا نناقش إيجابيتها أو نناقش مدى فاعليتها، ولكن نناقش استعدادات الأسرة الحديثة الأسرة العصرية في الذهاب نحو تطبيق هذه الطقوس كما هي. طيب كما هي اتفقنا أنها قد تصعب أحيانا نظرا لعوامل كثيرة أخبرتينا عنها، هل يمكن أن نصل إلى مرحلة وسط أو إنشاء تقاليد ربما جديدة تواكب نمط الحياة السريع؟ نعم، هو هذا اللي الحاصل يعني في الأسر العربية وفي بعض الأسر الأخرى. يعني هذا ليس حكرا على العرب فقط وإنما على كافة مجتمعات العالم، هي تعديل هذه العادات والتقاليد، التمسك بجوهرها، التمسك بالغاية منها ولكن تعديلها. لو كان الطقس مثلا مدة 3 أيام فإننا نحتفل يوم واحد، إن كان هذا الطقس مثلا مكلف جدا فإننا ننقص من تكاليفه، وهذا يظهر في الأعياد، في الأعراس، في غيرها من العادات والتقاليد. فإننا اليوم لا نسقط هذه العادات والتقاليد من نمطنا الحياتي، وإنما نعدلها، نعيد ترتيبها، نسيطر على تكلفتها الاقتصادية والثقافية وأيضا من ناحية الوقت، ونحاول دائما المحافظة عليها، لأن الروابط
يعني بصيغتها الحالية هي روابط متشتتة، ولم يبقى لنا سوى هذه العادات والتقاليد وهذه المناسبات وهذه الطقوس لكي نحافظ على ما به نكون نحن. يعني مفهوم، ربما مفهوم العائلة لدينا كعرب يتقلص الآن. كان عندما نقول عائلة المقصود الجد والجدة والأعمام والعمات والخيل، الآن أصبحت العائلة هي الأب والأم والأبناء. اختفت كثير من تلك المظاهر للتجمعات، يعني الآن نحن في مرحلة أعياد، وربما أصبح البعض يفضلون حتى أن يحتفلوا مش كعائلة صغيرة، لا كأفراد، كل واحد مثلا بيطلع مع أصدقائه أو غيره. كيف نستطيع أن نمسك العصا هنا من النص ونوجد حلول دكتور لنستطيع أن نوفق ما بين هذه وما بين هذه؟ فعلا هو مفهوم العائلة النواة هو مفهوم بدأ يتقلص وبدأنا لا نجده يعني على أرض الواقع، وهذا له عدة أسباب، منه أن كل فرد له حياته الخاصة، خروج النساء لسوق الشغل، تمدن المدن، لم يعد هناك المد القروي الذي تكون فيه العائلة النواة هي المسيطرة. هذا كله صحيح، لكن إحقاقا للحق يعني اليوم ما زالت الأعياد وخاصة الأعياد الروحية والدينية لها وقع عند الأفراد. مثلا تجد المعايدات في أول يوم العيد، وبعدها ينصرف كل فرد إلى أعياده الخاصة وإلى طقوسه الخاصة. لم يعد هناك تلك التجمعات الوثيقة التي نجد فيها تشاركا 100% ونجد فيها اندماج لكل أفراد العائلة، ولكن نجد 10% 20%، وهذا يعني من شأنه أن يترك استمرارية هذه العادات، استمرارية لهذه التقاليد. صحيح لسنا مثل الماضي، يعني لسنا عائلات مندمجة، لسنا عائلات تشاركية 100%، ولكن يوجد الحد الأدنى الذي من شأنه أن تستمر معه هذه العادات والتقاليد وهذه الأواصر الأسرية. لا تنسي عزيزتي أن العادات والتقاليد هي مفخرة للشعوب، ولا يستطيع أي شعب محوها بسهولة، ومهما كانت تحديات العصر ومهما كان ضغط الوقت والضغط الاقتصادي، فإن هذا المكسب الروحي هو يعني سبب من أسباب استمرارية معناتها النمط الاجتماعي القديم الذي هو محفوف يعني بالأشكال الإيجابية من التضامن والتعاون والتآزر. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هو حاجة من حاجات الفرد وحاجات المجتمع للزاد الروحي والزاد يعني الذي من شأنه أن يعطيه طمأنينة وأمان. إذن الباحثة في علم الاجتماع دكتورة شيماء عيسى، كنت معنا مباشرة من تونس، شكرا جزيلا لك وأعياد مباركة، نتمنى لها لك بداية عام سعيدة. عايشة.